إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي مباشرة من مدينة بن سليمان. إذن صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تي في. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا متابعينا الكرام، كنرحبوا معكم أنا في هذا البث المباشر. علاش باقيين بعض التجار كيبيعوا الخضرة بثمن مرتفع خصوصا مطيشة؟ متابعينا الكرام، علاش باقيين بعض التجار كيبيعوا الخضرة بثمن مرتفع وبالأخص مطيشة؟ متابعينا الكرام، صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. متابعينا الكرام، الموضوع ديالنا هو علاش باقيين بعض التجار كيبيعوا الخضرة بأثمنة مرتفعة وخاصة مطيشة؟ متابعينا الكرام، رغم أنها طاحت في الثمن. إذا صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام، تحية طيبة لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا متابعينا الكرام، كيف ما كنعرفوا كامل أن مطيشة لا زالت في المغرب بأثمنة جد مرتفعة. متابعينا الكرام، فعلاش باقيين بعض التجار كيبيعوا الخضروات بثمن مرتفع وبالأخص مطيشة؟ متابعينا الكرام، بالأخص مطيشة. إذا صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. سعيد خويا، صباح النور، صباح الخير، تحية ليك وتحية لكل الناس تاونات، تحية لكل متابعينا الكرام من طنجة القويرة. كنقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين للجميع، لكل متابعي قناة شوف تيفي. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فكنت بكم تلحق معنا في هذا البث المباشر الصباحي، وكنتمنى انكم تكونوا كاملين بالف خير. متابعينا الكرام، الموضوع ديالنا هو علاش باقيين بعض التجار كيبيعوا الخضروات باثمنه مرتفعه؟ متابعينا الكرام، وبالاخص مطيشه. إذا متابعينا الكرام، فصباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. متابعينا الكرام، علاش باقيين بعض التجار كيبيعوا الخضروات بأثمنة مرتفعة؟ متابعينا الكرام، رغم وبالأخص مطيشة. متابعينا الكرام، بالأخص مطيشة. إذا تحية طيبة عطرة لكل المتابعين الكرام. كنعرفوا أن مطيشة فالثمن ديالها منخفض، عكس فالثمن ديالها انخفض، مابقاش الثمن اللي معروف ليه هو 10 درهم 12 درهم. ومع ذلك لازال بعض الخضارين أو بعض الناس كيبيعوا الخضروات لازال شادين نفس الثمن القديم ومطلعين الثمن.
إذا صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا متابعينا الكرام، الموضوع ديالنا هو علاش باقين بعض التجار كيبيعوا الخضروات بأثمنة مرتفعة، وبالأخص مطيشة. متابعينا الكرام، تحياتي خويا، صباح النور، صباح الخير خويا مهدي، تحية ليك خويا مهدي، وتحية لكل متابعينا الكرام. فصباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا متابعينا الكرام، علاش باقين بعض التجار كيبيعوا الخضروات بأثمنة مرتفعة؟ متابعينا الكرام، وبالأخص مطيشة لحد الساعة لازال الثمن ديالها طالع. فشنو السبب في نظركم متابعينا الكرام؟ شنو السبب اللي كيخلي بعض التجار كيبيعوا مطيشة بأثمنة مرتفعة؟ متابعينا الكرام، فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. متابعينا الكرام، في نظركم علاش مازال بعض التجار كيبيعوا مطيشة بأثمنة مرتفعة، وبالأخص الخضروات سيبا؟ نعم اختي حنان، تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام. رغم أن مطيشة طاحت في الثمن، لازال بعض التجار كيبيعوه بأثمنة مرتفعة. متابعينا الكرام، عبد الوهاب، لاقين الوقت سايبة بدون مراقبة. نعم تحية ليك. إذا متابعينا الكرام، علاش بعض التجار كيبيعوا الخضروات بأثمنة مرتفعة، وخاصة مطيشة؟ كيفما كنعرفوا أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك. فصباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. كما تحنا في العراق، ما تشطر على ثمنها، الكل في الهوى ساوى. نعم، إذن فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذن الموضوع ديالنا متابعينا الكرام، علاش باقين بعض التجار كيبيعوا الخضروات بأثمنة مرتفعة، وخاصة مطيشة؟ متابعينا الكرام، علاش باقين بعض التجار كيبيعوا مطيشة بأثمنة مرتفعة؟ متابعينا الكرام، رغم أنها طاحت في السوق، رغم أن الثمن ديالها في السوق فهو طاح، مبقاش كيف ما كان. متابعينا الكرام، إذا صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا متابعينا الكرام، علاش مازال بعض التجار كيبيعوا مطيشة بأثمنة مرتفعة، رغم أنها طاحت السوق؟ متابعينا الكرام، إذا متابعينا الكرام، علاش مازال بعض التجار كيبيعوا الخضروات بأثمنة مرتفعة، رغم أن الثمن الحالي فمبقاش نفس الثمن السابق؟ متابعينا الكرام، إذا متابعينا الكرام، ف
فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا كنتم معنا في بث مباشر صباحي مباشرة من مدينة بن سليمان.